النهارده اول يوم مدرسه واول يوم جامعه، والجامعه هذا العام مختلفه الشكل، فيها ما يسمى بنظام الهجين. ايه هو نظام الهجين ده اللي هنحاول نعرفه من السيد وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار. خلونا نشوف اولا هذا التقرير عن جوله للسيد الوزير في جامعتي القاهره وعين شمس النهارده، يعني استطلاع الوضع النهارده اول يوم جامعه بالكورونا. هكذا بدأ العام الدراسي الجديد بالجامعات المصرية، حيث استقبلت جامعة عين شمس الطلاب بأنشطة فنية وثقافية وسط إجراءات وقائية لم تكن معهودة من قبل. السنة دي التقينا بالطلبة بالكشافة، رفع العلم، السلام الجمهوري، كل البرنامج التقليدي اللي بيتعمل في أول يوم دراسي، لكن أضفنا إليه النهاردة المرور لأن في لحاجتين: واحد، الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية إنها بتطبق بدقة وحزم، الدفعة بنقسمها إلى على الأقل إلى قسمين، 50% بتحضر 3 أيام و50% بتحضر 3 أيام التانيين، يعني مثلا سبت واثنين وخميس أو سبت واثنين وأربع وحد وثلاث وخميس. أنا بالنسبة لي التعليم المباشر مفيد أكتر، أحب أتفاعل مع الدكتور. ميزة حلوة جدا بالنسبة لي كطالب إن أنا مش قاعد في بيتي ما بعملش أي حاجة، لا أكيد بستفيد طبعا من الأونلاين. الأونلاين دلوقتي إحنا معرضين إن إحنا نستحمل فترة الأونلاين حتى لو فترة صعبة علينا لظل الظروف الاحترازية اللي إحنا بناخدها في الدراسة. على قدم وساق أجريت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة في جامعة عين شمس. أما عن جامعة القاهرة فلم يختلف الحال كثيرا عن جامعة عين شمس، حيث فتحت جامعة القاهرة أبوابها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد وسط تدابير احترازية ووقائية تتخذها. في الحقيقة الجامعة هذا العام داخلين بإجراءات احترازية شديدة جدا، ارتداء الماسكات، التباعد الاجتماعي بقدر ما نستطيع. احنا مقسمين العملية التعليمية 50% حضور و 50% اونلاين بالنسبة للكليات النظرية، ومقسمين الكليات العملية 60% حضور و 40% اونلاين. عملوا حوار الاوفلاين والاونلاين شوية، ممكن يكون خف شوية العدد حبة، وطبعا بقى بالاحترازات بتاعتنا والسانيتايزر والكمامة والكلام ده، فان شاء الله الدنيا هتبقى اهدى. يعني حاجة هنبقى نحتاج نسأل فيها الدكتور وجه لوجه، مش كلنا بنبقى عندنا ملكة ان انا نسأل على الايه على النت وان هو يعني اوصل الفكرة اللي عندي. حضرات بيبقى احسن من الاونلاين، الاونلاين في ناس ما بتعرفش تفتح اونلاين خالص، وغير كده في الاونلاين ما نبقاش مركزين فيه زي ما بنكون مركزين في المحاضرات اكتر. عام دراسي جديد يأمل الجميع اجتيازه بنجاح وسلام في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا.